عفوا البلوش، دعنا ننتقل للدولة الإيرانية الحديثة. أيوة أحسن. نعم، الدولة الإيرانية الحديثة أنتم أيضا تقولون أنها تضطهدكم وتعتقل علماءكم، ولكن نعم المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن أهل السنة في إيران لا يوجد فرق بينهم وبين إخوتهم في الشيعة. طيب لو كان هذا الكلام صحيحا، هل وجد منذ 28 سنة إلى الآن وزير واحد من أهل السنة، ولا سفير واحد من أهل السنة، بل بواب السفير من أهل السنة؟ لكن لديكم 20 نائبا في البرلمان. النواب في إيران لا يمثلون شيئا، المجلس الإيراني كلها لا تساوي شيء، لأن في إيران الدولة هي دولة الظل، الدولة خامنئي رئيس جمهور، رئيس الجمهورية كلهم ليس أكثر من مجرد صاعد بريد كما قال خاتمي. إذا المجلس الإيراني لا يشكل شيئا، حتى نقول هناك نواب العرب في البرلمان الإسرائيلي، بل هناك وزراء عرب في البرلمان الإسرائيلي في الدولة الإسرائيلية. إذا حتى من هذه الناحية نعم لا تقارن مع الدولة الصهيونية. نعم، ولكن هناك دول عربية توجد فيها أقليات لا يوجد لهم حتى ممثل واحد. أنتم دعنا بعيدا عن المسميات، دعنا الآن ربما هذا الكلام غير صحيح. نعم، هناك دول عربية لها سفراء شيعة، لها وزراء شيعة، ولكن نحن ليش بضعت إيران الدول العربية وغير العربية؟ نحن إيرانيون يجب نتعامل كمواطنين إيرانيين كما أن الشيعة في الدول العربية مواطنون عرب أو غير عرب في بلادهم. دعنا ننتقل ربما إلى مظاهر. أنتم تقولون أن هناك اضطهاد، دعنا نتحدث عن أوجه هذا الاضطهاد كما ترونها أنتم. يعني أخي العزيز، طهران هي العاصمة الوحيدة لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. منذ 40 سنة ونحن كنا نصلي صلاة الجمعة في مدرسة باكستانية، حتى هذا أغلقوه. حتى هناك من الشيعة الذين خرجوا من التشيع، أي من خرافات التشيع، ونعم وكونوا بيوت يصلوا صلاة الجمعة، بيوت متنقلة، مرة عندك مرة عندي وهكذا. حتى هذول منعوهم. هذا من ناحية. ليس طهران فقط، بل كل المدن ذات الأكثرية الشيعية يمنع فيها صلاة بناء مسجد واحد لأهل السنة. وأما في مناطقنا، في مناطق السنية مثل كردستان، مثل بلوشستان، مثل تركمان الصحراء، نعم هناك مساجد ومدارس دينية بنيناها من أهل الشاه ومن قبل أهل الشاه. هذه مدارس ورثناها ومساجد ورثناها، الآن يضايق عليها بالشكل كبير جدا. عشرات من علماء السنة قتيل، وبل المخابرات الإيرانية منذ بداية الثورة كانت تقول يا أهل السنة أنتم مثالكم كصالة كبيرة فيها كشافات، فيها لمبيات وفيها شموع، نحن أول شيء نطفي كشافات علماء الكبار، وهذا العمل عملوها معظم علماء الكبار، اختالوهم وقتلوهم واعدموهم. طيب هل دعنا يعني قبل ان نسترسل في هذه الاضطهادات، يعني حدثنا قليلا عن العلاقة التي بدأت بينكم وبين الثورة الإسلامية. علاقتنا في البداية كانت جيدة، لأنه كانوا يعدوننا بأشياء جيدة كما يعدون العالم الإسلامي، وقلنا هنا إخوة، ما في فرق. خميني رفع تقية ونفاقا لواء الوحدة الإسلامية، بعيدا عن الاتهامات أو كيل الاتهامات هذا ليس اتهام. يعني أنتم تقول بأن العلاقة كانت جيدة. أنا أقول لماذا كانت علاقة جيدة؟ لأنهم رفعوا لواء الوحدة الإسلامية. نعم. أي مسلم على وجه الأرض ينخضب هذا الشعار. ماذا حدث في واقع الوحدة الإسلامية؟ الإمام الخميني رفع شعار الوحدة الإسلامية بمجرد ما استولوا على السلطة، بدأوا اضطهاد السنة. أول شيء على سبيل المثال أعطوا مسجد لأهل السنة في طهران أرض، هيا هذا مسجدكم ابنوها. طيب ما طلوا بعد السنة قالوا رئيس البلدية لا تسمح، بعد ذلك صادروا حساب المسجد والمسجد ولم يسمحوا بناها. وهذا طيب، بعد ذلك بدأوا بقتل العلماء، بعد ذلك بدأوا بالتضييق لمساجد أهل السنة وبمدارس أهل السنة في مناطقهم. طيب كيف يصدق الآن طهران فقط عدد السنة في طهران يفوق عدد جميع الأقليات الدينية،
لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة مع وجود عشرات الكنائس والكنيسة وبيت النار والمعابد للمجوس والمعابد للهندوس. عندما سألوا أحد المراجع الشيعية وقالوا له لماذا لا تبنون مسجدا لأهل للسنة السنة في طهران، فقال لهم لماذا لا يبنون حسينية في مكة؟ إذن هم إذن هم يقابلونكم بما تقابله بعض الدول من اضطهاد للشيعة أيضا. طيب لو نفترض هذا الكلام صحيح، هل نحن إيرانيون ولا نحن سعوديون أو كويتيون أو خليجيون؟ هذا مغالطة، هذه مغالطة. إذا كان خلافه مع السعودية يجرون رأس الحربة، إذا كان خلافه مع طالبان نفس الشيء، مع باكستان نفس الشيء، هذا النفاق وخداع ودجل ومكره، هذا لا يمكن بالسلع إلى الرئيس. إذا نحن إيرانيون نحن يجب نأخذ حقوقنا من داخل بلدنا. رئيس هيئة علماء السنة في إيران، ما فيش رئيس هيئة علماء، الشيخ عبد الرزاق البخاري نفى وجود أي اضطهاد بحق السنة في إيران. لا يوجد الشيخ عبد الرزاق البخاري في إيران أصلا. اسمح لي. وقال لصحيفة الوطن الكويتية في 3 مايو أيار الماضي بالحرف، قال إن هناك 10 ملايين سني في إيران، لهم 250 مسجدا و20 نائبا، ويقول إن السنة يعيشون جنبا إلى جنب مع الشيعة في ظل من العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات. كيف تردون على لا هذا؟ لا نعرف شخصا اسمه بخاري، هذا البخاري هندي اللي ينقلها الجرائد الإيرانية. نعم أنا كما قلت في البداية قبل أن نسمع هذا البخاري المزعوم من هو، ونحن نعرف علماء الكبار في إيران كلهم تقريبا، وأخي كان في البرلمان وكان لدى السنة مثل الخميني لدى الشيعة. يعني أنت تقول ليس لديهم مساجد، وهو يقول أنا لديهم 250 مسجدا. لا أقول أنت تتحدث عن طهران، هو يتحدث عن مناطقهم جميعهم. يعني الدولة يا أخي لا تقول لما أنا أقول، أنا لا أقول لا يوجد لهم مساجد. نعم. لهم أنا في البداية قبل أن أسمع هذا الكلام المفبرك من بخاري وغير بخاري، لهم مساجد، لهم مدارس في مناطقهم، ولكن لم يبنوها في أحد الثورة، إنما قبل ثورة، إنما قبل ثورة بأحد الشاه وأبو الشاه وقبله. نحن أصلا يعني من آلاف السنين ومئات السنين وآلاف السنين نعيش هناك، ويوجد مساجد، ولكن هذه مساجد مخلوقة، يوجد مدارس، هذه مدارس مخنوقة وبأقل اتهام، بأقل شيء أنت وهابي، والوهابية كان حكمها إعدام قانونا، وإلا الآن الوهابية تحارب ليل ونهار، وهم من خلال الوهابية يحاربوا جميع يعني السنة والجماعة. يعني دعنا نتحدث بصراحة، يعني أنتم الآن لستم أكثرية في إيران، ولكن لسنا أقلية، 20 مليون لسنا أقلية، أكثرية مذهبية إن صح التعبير. نعم. يعني أكثرية مذهبية، ثاني نعم. عدد بعض الشيعة. نعم. ولديكم نواب في البرلمان، ولديكم مساجد في مناطقكم، ماذا تريدون من إيران؟ نريدون نكون شعب درجة واحدة ليس درجة عاشرة، نريد يكفوا عن قتل علماءنا، يكفوا عن هدم مساجدنا. أنا عندي فهرس هنا بس قتل علماء وهدم المساجد والصور. طبعاً هذا رأيك أنت، هذا رأيك أنت. لا ليس رأيي أنا. السنة في إيران يقولون بأن هناك مساجد تبني مساجد الدولة. طيب أنا أقول أولاً البخاري لا يوجد اسمه شخص، ولا يوجد هي اسمه هيئة علماء المسلمين في هذا كل يعني مفهوم. هل تقبل صحيفة أن تأخذ حديثاً من شخص مستعار؟ صحف صحف تنشر ما تشاء. أنا منذ 10 سنوات هنا أهتم بأوضاع أهل السنة في إيران، عندي موقع رابطة أهل السنة في إيران واهتم بهذه الأمور. هذا الكلام غير صحيح، ولكن لنا مساجد في مناطقنا. لماذا مليون سني وأكثر من مليون سني في طهران ممنوعين من الصلاة؟ لماذا لا يوجد الدولة الإيرانية موظف واحد سني، موظف واحد في الوزارات في السفارات، عرفت كيف؟ المهم الآن الأمر أشد من هذا. الآن طيب دعني هناك دعني عبادة سنية، عبادة دعني سنية دعني أنت تقول هناك